مشاهدينا الكرام، الصيام وغير الصيام، كل عام وانتم بخير ويعود عليكم بالصحة والسلامة. وأحب أبارك لكم على ظهور القمر يوم الاثنين الماضي. راح تقول لي لا، اللي طلع هو الهلال ومختلفين عليه. أقول لك لا حبيبي، أنا ما بدي أحكي عن الهلال، أنا بدي أحكي عن القمر اللي الكل متفقين عليه، وأنا دقيق بكلامي. القمر اللي طلع علينا وشايل بيده ناظور. شنو التسيد؟ شنو التسيد؟ كشمش مال رمضان، شحم مال حنانه، شنو التسيد؟ قمر يباع على هلال، هلال يباع على هلال، العيد قبل رمضان. لا والنوبه عيد نشوفه بالعين المجرده بدون تعب، لانهم شوفنا نجوم الظهر بصراحه. بس عندي ملاحظه سيدنا القمر، مره ثانيه من تباع بالناظور افتح العدسه مالته، لان هذا راح يقول لك اهو هذا بعده يغار من احمد وشاف شايل ناظور مسدود. طني الناظور، شوف هذا اسرع يقول لك اوه هذا الناظور مسدود مالته، وعبال الناظور يشوفون بيه هو مسدود، يعني على مود استوعاني بس مو على مود شيء. سيد اذا ما شلت اللاستيكه رمضان يطب ويطلع وانت ما شايف الهلال. سيد السمعه، سيد انه بنصوم ونطب من وراك للنار سيد، وتصير حياتنا وياك لا دنيا ولا اخره. سيد السمعه، سيد شيله، شوف والله شيله، شيله اللاستيكه، شيله. ايوه هسه تمام. بس انت صاير تصعد على السطح هوايه هالفتره هاي، شو صاير سطحي سيد؟ من الصبح لليل بالسطح، تيارك زواجل جاي تنور الاصوات الانتخابيه؟ يعني انا اقول لك التيار الصقري، انت تصدق وتخلص على السطح؟